كم يهو برا انا شفتهم ثم هذه السنة تدخل واحد على مستوى لحد الآن، وفي اليوم الثالث من منذ تنصيب الرتل المتحرك 3 جويلية 2020 تدخل الرتل المتحرك لإمداد كل من وحدة بكاريا ووحدة الوحدة الرئيسية وكذلك مصاف الغابات بإمداد لإخماد حريق غابة على مستوى قطب الدكان جبل الأنوال. إذن هذا الحريق أسفر على حوالي 10 هكتارات صنوبر حلبي وأدغال وكذلك إكليل.